ضروري قبض منك ليرتين لحتى يمسك الحرامي يلي سرق بيتكم. نعم سيدنا. ماشي عمي ماشي، انا راح اتصرف، وبوعدك بيقرب فرصه راح نمسكه لهذا الحرامي ورد لك اغراض بيتك. كسر الله معك. كتر خيركم سيدنا. هيك لكان يا نوري، عم تقبض من وراي وانا ماني حاسس على شيء. والله لطالع منك الخمير والفطير. انا بوجودك لك بوجودك. نعم سيدي. حاضر سيدي. الله معكم سيدي. احترامي. بالسلامة. الله معكم. يا نوري. نعم سيدي. في هذا الدرك يا ابو الفرج. نعم سيدي. شو بو؟ هذا جنى له برات الشام، هو وشاكر وانت يا نوري. وانا سيدي؟ لا ابوس ايدك، خليني عندك، ابوس رجلك يا سيدي، شو اخذني لك برا؟ يا نوري الله يرضى عليك، انا ما دخلني، هيك جاني تليفون من قلم الدرك. يا سيدي دخيلك، خليني عندك، ابوس رجلك. قلت لك ما بيطلع بايدي شيء يا اخي، ما بيطلع بايدي شيء. سيدي سيدي انت حاول مع الداخليه، بركي ما بينقلوني، قل لهم انا هذا بحاشه ما بقدر اتخلى عنه، بوس رجلك يا سيدي، خليني عندك، بوس رجلك. لك المشكله يا نوري، هاب بطنه كبير كتير. سيدي ندفع له. وشو بدك تدفع له يا نوري؟ سيدي انا مصمد قرشين من زمان، ياخذهم بس ما تنقلوني، دخيلك يا سيدي، الله يخلينا اياك يا رب. وقديش مصمد نوري؟ سيدي معي ليرتين ذهب، الله وكيلك ما بمتلي غيره. شو قلتوا سيدي؟ عم قول يا نوري انت من اكفاء العناصر عندي والمخلصين والصادقين معي. راح حاول. سيدي انت دبره بمعرفتك، الله يخلينا اياك يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله يوافق بهالليرتين. كتر الف خيركم يا سيدي. هلا روح خبروا لهذا ابو الفرج وشاكر مشان يضبوا اغراضهم بكره الصبح يسافروا. وانا معهم سيدي. انت راح احكي لك مع الداخليه مع علم الدرك، وان شاء الله يوافقوا ما ينقلوا. كتر الف خيركم يا رب، الله يطولنا عمركم يا رب، والله فضلتوا علي وعلى اولادي يا سيدي. بلعها. يخرب بيتك شو اجدب يا نوري. بس فكرة حلوة، منين اجتك هالفكرة يا ابو جوداد؟ ليرتين ذهب شبهه حلوين. ومن مين؟ من نوري. لا من نوري ما بيكفي ليرتين ذهب، لانه حرامي وعم يسرق من ورا ظهري. ابصر قديش شارع من حارة الضبع والحارات التانية. لا اللي بيخون ابو جوداد راح يدفع كتير، راح دفعك كتير يا نوري، وطالع منك الخمير والفطير. ما رضي يا نوري، ما رضي. ما رضي؟ وشو العمل سيدي؟ دخيلك بوس رجلك، انا هون بيتي وعيالي، والله بتشنطة طول الولاد يا سيدي، دخيلك حاكينا ياهم انت. الله وكيلك، الله وكيلك، حكيت معه وسمعته بالليرتين، بس ما بعرف، حسيت كأنه طمعان عليك شوي. سيدي منزيد له ياهم قرشين تانيات، شو بدنا نساوي؟ قديش يعني؟ سيدي بقدر بأمن له ليرة ثالثة ذهب، ياخذها وعوضني على الله سيدي. طالما هيك يمكن يوافق، ها ما بعرف. سيدي وأنا جاهز، روح أملكم ياها سيدي. لا روح اطلع استناني برا مشان احكي معه. امرك سيدي. احترامي سيدي، انا رئيس مخفر الاربع حارات ابو جودة سيدي. يا سيدي انا عندي المخفر بحاجة لعناصر جديدة. يا سيدي الله يطول بعمرك، انا انتقل من عندي اثنين ولازم ينسد الفراغ تبعهم. نعم سيدي. بس يا سيدي انا عندي العريف نوري من اكفا وانشط واخلص العناصر، وانا بعد اذنك يعني ما بستغني عنه. نوري كتير كويس سيدي. سيدي هو جاهز اللي بتريدوه، الله يرضى عليكم يا سيدي بس توافقوا. حاضر سيدي.
لا سيدي لا، نوري راح يدفع كل شيء بتعمره فيه. نعم سيدي، بطلتوا على راسي سيدي. شكرا سيدي. اليوم بيصلوك 3 ذهبات يا سيدي، صدقني يا سيدي ما في غيره، دبرها الله يوفقك. الله يخلي لنا اياك يا سيدي، صدقني العريف نوري منتوف كتير وفقير. ايه يا سيدي الله يطول بعمرك. شلون سيدي؟ يكتر خيرك يا سيدي، فضلت على راس نوري من فوق. كتر خيرك سيدي، احترامي. الله معكم سيدي، مع السلامة. لك يا نوري. وافق سيدي؟ وافق. روح روح جيب 3 كيرات الذهب من شان انا شخصيا وصله اياهم بايدي. كتر الف خيركم، والله فضلتوا علي وعلى اولادي. حلوين هال3 ذهبات، وبالاخص لانهم من نوري. بلى سرقني كتير هالواطي، بس بهالضربة هي طلعت الخمير والفطير. مرحبا عبيد. أهلين نوري، خير؟ عقيد بدي أطلب منك طلب، بس والله مخجول. عود نوري عود. شو طلبك؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك. أحكي نوري أحكي، شو بدك؟ بدي أدين منك ليرة ذهب عقيد. الله يخليك. ليرة ذهب؟ مشان شو؟ الله وكيلك، بدي ادفعها مشان ما انتقل من المخفر. ايوه بدك ترشيلها ابو جودت يعني؟ لا لا لا، ما دخلوا ابو جودت، الداخلية هي اللي مدت اني برات الشام. بقى الله يخليك يا عقيد، ديني الليرة. وعلى فرض دينت، شو اللي بيضمني انك ترجع لي الليرة؟ طيب هي فضي عقيد، خلي عندك رهينة لحتى رجع لك الليرة. بدك ترهن فردة كرمال الليرة لك يا نوري؟ شو بدي ساوي عقيد؟ المهم انه ما انتقل من هون. شو قلت عقيد؟ خود فرضك ضبه لك نوري خود. يعني ما رح تعطيني عقيد؟ راح بعطيك، بس دين، واول ما يصير معك بترجع لي اياه. يكتر الف خيرك ويطولنا عمرك ويخلينا اياك يا رب. استناني هون، راجع لعندها. تفضل سيدي، وهي ليرات الذهب 3. الله يقدرنا على مكافاتكم يا سيدي. يسلموا يا نوري. صدقني يا نوري، لو طلع بايدي الغي لك قرار النقل من غير ما تدفع ولا قرش ما كنت قصرت. بس ما طالع من ايد شيء، لا تزعل. الناس تدفع مصاري كتير لحتى توصل لهالمراكز هي، بعدين لا تروح لبعيد. ليك قدام منك، انا دفعت كتير ولحد هلا عم بدفع مشان ابقى بمطرحي. كتر خيركم يا سيدي. ولو يا نوري، انا كرمالك مثل ما وعدتك رايح وصل له الذهبات على الداخليه. روح يا ابني على الفرن جيب الخبزات. حاضر سيدي. مرحبا ابو مرزوق. اهلين عمي نوري. حط لي لابو جودات كم رطل بطاطا وكم رطل خيار وكم رطل بندوره ورطل 1 كوسه، بس هلا ما في مصاري. هو بيحاسبك. تكرم عينك وعين ابو جود. فوتوا ابان. لك لوين فوتوا؟ لك ابعتونا على البيت، شو بتعمل فيهم هون؟ حاضر سيدي، على البيت اوام لعند بيت سيدي ابو جودات. اوام بسرعه. معقول يا نوري؟ معقول هذا الحكي؟ ساعتين لحتى تجيب لك كم غراض؟ هلا المرة بيكون فاير دفا بدها تطبخ يا اخي،
والله يا سيدي مو بإيدي هذا التأخير اللي صار. شلون يعني مو بإيدك؟ يعني سيدي تأخرنا شوي عند أبو بشير بالفرن اللي أخذنا الخبزات، وعند أبو مرزوق وعند أبو حاتم. لك لشو كل هاللفة يا نوري؟ والله يا سيدي ما بعرف شو بدي أقول لك، شفت لك الحارة فاضية، يعني ما فيها شغيلة أبدا. شلون يعني فاضية؟ سيدي يعني ما في شباب، يعني لا شفت بشير بالفرن، ولا عصام ومعتز بالدكان، ولا رياض، وحتى مسلم سيدي مو بالقهوة، في عواضه هذا الشاب فتحي اللي بيشتغل عند أبو شهاب. لك شو عم تقولك نوري؟ هذا اللي شفته يا سيدي. روح اجمع لي العناصر فورا. مشان ايش سيدي؟ مو شغلك، حرك! حاضر سيدي.